أنا عطيتك جواز السفر. إيه وأنا حطيته على الطاولة. طيب لازم يكون هون. ما أنا هون. استني شوي ميتاي. بدك قهوة؟ وين جواز السفر؟ زواج؟ السفر؟ السفر قصدك السفر بيتجوز؟ كيف هيك يعني؟ أنا ما فهمت عليكي. كيف بيتجوز السفر؟ بعدين مين بيتجوز؟ هاي ما فهمت الصراحة. ميتاي لا تتزاكي علي وقليلي وينه؟ بدي إياه على السريع. شو هاد؟ ليش؟ ثواني، أنا رح أحكي معه. إيه أنا هلأ فهمت أنت شو حكيت. جواز السفر. أه؟ كيف بدي أشرح لك؟ إيه هو بيشبه دفتر المذكرات الصغير. أتكف الإيد يعني هيك تقريباً. هي ما عم تفهم علي. هو جواز سفر يا ميتاي بيستعملوه الناس دائماً لحتى تسافر برات البلد. وليش لحتى العالم تطلع من بلدها يا سيد هار؟ هذا مانو مهم. لا أمبلا هذا كتير مهم. شفت؟ واضح إنه عم تتزاكى علينا. لا لا أنا بس كنت عم حاول أفهم عليك. لهيك كنت عم تشرح عن الجواز؟ جواز؟ شو؟ جواز السفر كان على الطاولة. أنت شفتي ميتاي؟ أكيد بتكون شافته. هي كانت واقفة هنيك. أنا متأكدة إنه هي اللي أخدته. وإلا يعني وين بده يروح؟ ليكي أبكشة، أول شغلة أنا ما رح أطلع من بلدي أبدا. ماثورة وجاتيبورا مناح كتير مثل سنغافورة، ما هيك؟ وبعدين قليلي، ليش بدي أخذ الجواز؟ بشو رح أستخدمه؟ قليلي كمان، أنا فيني أستخدم هذا جواز السفر تبعه لحتى أطلع من البلد؟ شو هالحكي الفاضي؟ كيف فيكي تستخدمي جواز السفر تبعه؟ إيه حلو، شغليلي عقلك شوي. ليش لحتى أعمل مثل هيك شي؟ ليش لحتى أخده طالما هو مانو مفيد؟ يمكن أخدتيه مشان ما تخلي سيدي يسافر. أبيكشة هلأ أنتي رفيقته من وقت كنتوا صغار؟ أبيكشة مبين أنك ما كتير بتعرفي رفيقك. هلأ عيلته كلها ما بدها يسافر لهنيك ويبقى بالبيت، بس هو ما سمع منهم وبده يسافر. حتى جدي ضايق كتير وحكى، بس هو ما غير رأيه وسمع الحكي. وانتي متوقعة رح أقدر أمنعه؟ انتي شو عم تقولي يا أبيكشة؟